السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده إن شاء الله هنكمل كلامنا عن اختبار الشد. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اختبار الشد بالنسبة للمعادن المطيلة، وقلنا ايه هو اختبار الشد ده أصلا وبيهمني في ايه. الفيديو ده هنكمل كلامنا على معادن النصف مطيلة والمعادن القاصفة. في الأول كده خلونا نتكلم عن المعادن النصف مطيلة. اختبار الشد هو بنفس الخطوات بالنسبة لكل المعادن. معادن المطيلة والمعادن النصف مطيلة ليهم نفس الخواص تقريبا ما عدا اختلاف أو اختلافين. فبنقول إن احنا في المعادن النصف مطيلة في الأول لما بنجيب برضو العينة ونحدد طول القياس القطر بتاعها الأول، بعد كده نحدد طول القياس، وبعد كده بنحط العينة في المكنة ونبتدي نشدها وناخد قراية الحمل مع الاستطالة، وبعدين برسم علاقة عندي بين الحمل والاستطالة. فده شكل العلاقة في المعادن النصف مطيلة. هلاقي ان عندي هنا مفيش منطقة خضوع، بس في عندي تناسب بين الحمل والاستطالة، في خط مستقيم وهو بيعبر لي عن التناسب. وبعد كده في الكيرف على طول، الكيرف ده اللي هو الرقبة وبعدين الانهيار، مفيش عندي منطقة خضوع هنا. فبدل منطقة الخضوع في المعادن المطيلة، عندنا هنا في المعادن النصف مطيلة حاجة اسمها إجهاد الضمان. ايه اجهاد الضمان ده؟ ده بيعبر لي اجهاد بيعبر لي عن المقاومه المرنه للمعدن. ايه تعريفه بقى؟ تعريفه ان هو الاجهاد اللي بيحدث في قطعه الاختبار اثناء تحميلها استطاله لا تناسبيه بتساوي نسبه مئويه محدده من طول القياس، بتتراوح عاده من 1/10% ل 5/10%. فبيقول الدلتا ال دي بتساوي 1/10 على 100 في الالينوت. بعد ما اجيبها بروح على الكيرف بتاعي واقيس المسافه اللي انا حسبتها دي، واطلع بخط مستقيم بيوازي الخط اللي عندي لحد ما اقطع الكيرف في نقطه. النقطه دي بجيب منها البي بروف. البي بروف دي هي بيقابلها في المعادن النصف المعادن المطيله البي ييلد. عندنا هنا في بي بروف. طب هو انا ليه ما عنديش بي ييلد؟ لان انا المعادن النصف مطيله بتاعتي لما باجي اختبرها ما بلاقيش ان في منطقه خضوع، ما بلاقيش ان يعني احنا بنعرف منطقه الخضوع منين؟ لما باجي كده احمل العينه بتاعتي بلاقي المكنه المؤشر بتاع الحمل عمال يزيد ويقل ويزيد ويقل، هو تقريبا ما بيتحركش يعني، هو عمال رايح جاي على نفس القرايه. بس في نفس الوقت بتحصل عندي استطاله، يعني ما عنديش حمل بيتغير بس في استطاله بتكبر. هنا لا، انا هنا بلاقي الحمل بتاعي ماشي تمام ما بيقفش والاستطاله ماشيه برضه. فبعين بقى البي بروف دوت من على الكيرف، بحسب برضو الاف ماكسيمم والدلتا الونجيشن بنفس الطريقه. الاف ماكسيمم بتساوي بي ماكسيمم على الاي نوت، ونسبه الاستطاله الدلتا ال على ال نوت في 100. عندي بعد كده بقى الخواص اللي بتمشي على المواد المعادن النصف مطيله والمعادن المطيله. اولهم الصلابه. احنا الصلابة اتكلمنا عنها قبل كده في الخواص الميكانيكية، وقلنا ان هي مقاومة المعدن لحدوث تشكل فيه في حدود المرونة، وقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها معايير المرونة الـ E بتعبر عن مدى صلابة المعدن. الـ E دي بنجيبها ازاي وبنحسبها ازاي؟ هي الاستريس على الاسترين. فانا باجي من الكيرف بتاعي الاستريس او اي اختبار في الاستريس انا حسبته اللي هو الـ B على الـ E نوت، الاسترين هو الدلتا ال على ال نوت. بس في نوت مهمة بالنسبة للقانون ده عشان الاي بتاعتي تطلع صح، مينفعش اجي اجيب البي بتاعت مثلا البي ماكسيمم واحط الدلتا ال بتاعت دلتا ال ييلد، مينفعش، لا لازم البي والدلتا ال يبقوا بيقابلوا بعض. فانا لما اجي على الكيرف اخد اي بي، مش مهم بي معينة، اي بي لازم اخد الدلتا ال اللي بتقابلها، بس ده طبعا في حدود المرونة. يعني انا ده كله جوه الجزء ده، يعني ما خرجتش بره الخط المستقيم بتاعي. هنا برضه نفس الفكره، انا جوه الجزء ده ما ينفعش اجي اجيب البي من هنا، او ان انا اخد البي دي واخد الدلتا ال ده، لا هي البي بتاعتي جوه حدود المرونه. بعد كده عندي خاصيه الرجوعيه. الرجوعية دي احنا قلنا قبل كده ان هي بتعبر لي عن تحمل المعدن او المادة بتاعتي للأحمال الديناميكية.
ليه؟ لأن هي الرجوعية تعرفها هي أكبر قيمة للطاقة اللي بيمكن للمعدة إن هو بيختزنها عند التحميل يرجعها تاني بعد ما يشيل الحمل المؤثر. يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي المعدن بتاعي أحمله هو بيكتسب طاقة طول ما أنا بحمله، لما يرجع لي الطاقة دي تاني بعد ما أشيل الحمل المؤثر يبقى كده الرجوعية بتاعة المعدن ده كبيرة. طيب هو احنا مش انتي مش قلتي واحنا بنشد المعدن هو بيحصل فيه تشكل؟ اه هو بيحصل فيه تشكل جوه حدود المرونة، مجرد ما اشيل الحمل بتاعي هلاقي ان هو رجع تاني للشكل، فهو كده خرج الطاقة. عشان كده انا بقول ان الرجوعية دي اكبر قيمة للطاقة جوه حدود المرونة. فباجي اعبر عنها بايه؟ هي اصلا الرجوعية هي حتى لما اجي اجيبها من على الكيرف هي مساحة المثلث اللي تحت الخط المستقيم. فانا اجي مثلا الكيرف بتاع المعادن المطيلة خط المستقيم اهو، فانا اجيب مساحة المثلث اللي تحتيه. معادن النصف مطيلة ادي اخر الخط المستقيم، هجيب مساحة المثلث اللي تحتيه. انا بجيب اخر حاجة هي البي بروبورشن ليميت او البي ييلد. فبالتالي هلاقي ان القانون برضو بتاعتها الار بتساوي نص البي بروبورشن ليميت في الدلتا ال بروبورشن ليميت. بعبر عنها بقى بحاجة اسمها معايير الرجوعية، الام ار. الام ار ده هو كمية الطاقة اللي ممكن وحدة الحجوم تمتصها وترجعها تاني. تاني هي كمية الطاقة اللي بتمتصها وحدة الحجوم وترجعها تاني. طب انا عشان اجيبها بعمل ايه؟ بسيطة، هجيب الار بتاعتي دي واقسمها على الفوليوم، الحجم بتاع المادة بتاعتي. فبقى ده القانون بتاع ال MR، نص ال B proportion limit في ال delta L proportion limit على ال A note في ال L note. بس في نوت مهمة، ان الوحدة بتاعتي هي ال R وحدتها كيلو جرام في مليمتر، دي وحدة طاقة، الرجوعية دي طاقة، احنا قلنا ان هي اكبر قيمة للطاقة فهي دي كده الطاقة. وال M المليمتر تكعيب بتاعت الحجم. متجيش انت بقى وتروح شايل مليمتر مع مليمتر من هنا، تبقى كيلو جرام على المليمتر سكوير. كيلو جرام على المليمتر سكوير او كيلو نيوتن على المليمتر سكوير، انت كده بتعبر عن قوة، دي كده ما بقيتش كمية طاقة. تمام، خلي بالنا من الحتة دي، احنا بنعبر عن كمية الطاقة اللي موجودة في وحدة الحجوم، فلازم نسيب اليونت زي ما هي كده، كيلو جرام مليمتر على المليمتر تكعيب. بعد الرجوعية عندنا المتانة. المتانة هي بقى الطاقة المبذولة بتحميل المعدن بالشد حتى الكسر. قلنا الرجوعية دي جوه معايير، يعني جوه منطقة المرونة. المتانة بقى لأ، دي لغاية ما المعدن بتاعي يتكسر. فبنقول برضو إن هي بتعبر عن المقاومة القصوى للمعدن لتحمل الحمل الديناميكي. انا عندي حمل ديناميكي، فهو المعدن بتاعي ده هيتحمله لغاية فين، فانا عايز اجيب اقصى طاقة هيمتصها، اقصى طاقة هيبذلها. فبقول ان هي المساحة اللي تحت المنحنى، نفس فكرة الرجوعية، هي المساحة اللي تحت الجزء اللي انا عايزاه. فانا عندي هنا انا باخد المنحنى كله، فهي المساحة تحت المنحنى. فبنقول ان ال T بتساوي ال B Y في المعادن المطيلة، B Y زائد ال B maximum على الاتنين في دلتا L maximum. جبناه منين القانون ده؟ هو ده المنحنى بتاعي، جبت مساحته منين؟ بسيطة، انا اجيب بس القلم كده. انا عندي ده البي يل ده، ده مكان، ودي هنا كده، اقول هنا فرضا هنا البي ماكسيمم اقصى حمل. فانا بسيط هاجي اخد كده خط بين الاتنين، انا هشيل الجزء ده واحط بداله الجزء ده، هي هتبقى مساحة تقريبية. بجيب بقى انا عندي دي القاعده اهي، دلتا ال ماكسيمم في متوسط الارتفاع اللي هو البي واي زائد البي ماكسيمم على الاتنين. افهموا القوانين دي جت منين عشان لو نسيتوها تعرفوا تطلعوها من على الكيرف. هي المساحه اللي تحت الكيرف، فاحنا بنجيب البي واي زائد البي ماكسيمم على الاتنين في الدلتا ال ماكسيمم. هنا الكيرف بتاعي ده هو مساحته تلتين البي ماكسيمم في الدلتا ال ماكسيمم.
انا لما اجي اجيب اخر الخط بتاعي هيبقى هنا، فلما اجي اعمل نفس الفكرة واخد كده خط مستقيم ومجيش برضه خط مستقيم، المفروض ان يعني دي تلتين دي، فانا بقول ان هي على طول تلتين البي ماكسيمم في الدلتا ال ماكسيمم. معايير الرجوعية نفس فكرة، قصدي معايير المتانة هو نفس فكرة معايير الرجوعية، هي الطاقة اللي موجودة في وحدة الحجم. فبرضه هقسم على ال A نوت ال نوت هنا وهنا، ونفس الفكرة الوحدات تفضل زي ما هي، كيلو جرام مليمتر على المليمتر تكعيب، منغيرهاش. طيب بعد المتانة عندنا ايه؟ عندنا المنطولية. احنا قلنا ان المنطولية دي قدرة المعدن على حدوث تشكل فيه قبل ما يحصل كسر. طيب بعبر عنها في ايه بقى؟ ازاي؟ احنا لما جينا اتكلمنا على الاختبار بيحصل ازاي، قلنا ان احنا لما بنيجي نشد المعدن بتحصل اول استطالة، وبعدين تبتدي تحصل رقبة. الاستطالة دي ده تشكل، انا كده ال L بتاعتي في بعد من الابعاد بيتغير اللي هو ال L. طيب وبعد ال L لما ابتدي تحصل رقبة، لا انا بقى عندي في بعد تاني بيتغير اللي هو ال D، القطر بتاعي بدأ يتغير، لان انا الرقبة دي عبارة عن ايه؟ مش الرقبة دي عبارة عن ان انا في جزء ال D بتاعته ابتدت تصغر، فانا ال D بتاعي القطر بيقل، فبقى عندي تغير في حاجتين، في ال L الطول بتاع العينة والقطر بتاع العينة. فبقول ان المنطولية بعبر عنها بحاجتين، النسبة المئوية للاستطالة والنسبة المئوية للنقص في مساحة المقطع. نحسبهم ازاي؟ بنوم بسيط جدا، الاستطالة بتساوي ال ال اي ناقص ال ال نوت على ال نوت في 100. ال ال اي دي هي المسافة بين علامتين طول القياس بعد الكسر. انا عندي كنت معلمة طول القياس قبل ما ابتدي التجربة، قبل ما اعمل الاختبار، بعد كده شديت العينة لغاية ما اتكسرت، اروح جايبة العينة ولزقها تاني واشوف المسافة اللي انا كنت معلماها دي بقت كام. طيب والنسبة المئوية للنقص في مساحة المقطع، هو ال A نوت ناقص ال A I على ال A نوت في 100. ال A I دي أصغر مقطع بعد الكسر، بشوف أصغر مقطع فين، هو غالبا بيبقى أصغر مقطع ده عند الكسر، وأقيسه وأجيب ال A I بتاعتي. طيب بعد كده عندي الاستطالة، الاستطالة هي آخر خاصية وتقريبا من الخواص المهمة. توزيع الاستطالة عموما على العينة بتاعتي بيبقى عامل ازاي؟ انا لما قلنا احنا بنبتدي نشدها فبتدي تطول كلها مع بعضها، والال بتاعتي بتبتدي تتغير. طيب وبعدين بعدين بتبتدي تحصل بقى ده. طيب هو انا الجزء بقى اللي بدأ يحصل فيه بقى ده الاستطالة بتاعته زي بقية العينة؟ لا هي مش زي بقية العينة، انا الاستطالة بتاعتي تبقى ماشية متساوية لغاية ما يبتدي يحصل عندي بقى، بلاقي ان الاستطالة لا ما بقتش متساوية، بقى في نسبة استطالة عالية جدا. ليه؟ لان انا لما اجيب كده بالتجربة يعني، واجيب حاجة قطرها عينة قطرها 5 مللي، واجيب عينة قطرها 10 مللي، وابتدي اشد الاتنين، الخمسة مللي يحصل فيها استطالة اكبر. فلما تبتدي العينة بتاعتي يحصل فيها بقى قطرها يقل، الاستطالة في الجزء ده هتبقى أكبر. فأنا لو قلت مثلا دي العينة وأنا واخدة عليها كده علامات، وجيت شدتها هلاقي إن العلامات بتاعتي بدأت تبعد عن بعضها. يعني في الأول كانت ماشية إيه، المسافات تقريبا واحدة، بعد كده ليه بقى المسافات بدأت تكبر وهكذا، لأن المنطقة دي حصل فيها استطالة كبيرة. طيب المنطقة بقى اللي حصل فيها استطالة كبيرة دي انا استفدت منها في ايه؟ انا استفدت منها بحاجتين. الاول انا لازم منطقة الكسر بتاعتي تبقى في التلت الاوسط من طول القياس. ليه؟ انا قلت لك ان هنا الاستطالة اتغيرت، فانا عايزة، لا انا عايزة الاستطالة دي كمان معايا، يعني الكسر يحصل في المنطقة دي عشان الاستطالة بتاعتي بقى تبقى معايا، عشان لما اجي احسب الاستطالة الكلية تبقى معايا الاستطالة اللي حصلت في المعدن كله واللي حصلت في الرقبة. يعني لو هي مثلا طول الكسر حصل في حتة تانية، انا كده ما خدتش الاستطالة اللي حصلت في الرقبة،
انا عايزه دي معايا. فلو انا الكسر بتاعي حصل في حته بره التلت الاوسط، انا كده الاختبار بتاعي فشل، لازم اعيده تاني واتاكد ان انا عامله كل حاجه صح. قلنا ليه؟ قلنا عشان نقدر نحسب نسبة الاستطالة صح. طيب هحسب بقى نسبة الاستطالة ازاي؟ احنا كده عندنا استطالتين، استطالة حصلت للعينة كلها واستطالة تانية زيادة في الرقبة، صح كده؟ عندنا استطالة كده للعينة كلها واستطالة تانية في الرقبة. اما اجي احسبها بقى احسبها ازاي؟ اقول ان انا ببساطة عندي الاستطالة الكلية دلتا ال بتساوي دلتا ال واحد دلتا ال اتنين. ايه دلتا ال واحد وايه دلتا ال اتنين؟ دلتا ال واحد دي الاستطالة العامة اللي كانت حاصلة على العينة كلها، دلتا ال اتنين دي الاستطالة الموضوعية اللي حصلت لي في الرقبة، حصلت لي في الجزء ده. طيب دلتا ال واحد استطالة كلها دي بتتناسب مع طول القياس، حسب طول القياس بتاعي الاستطالة بتاعتي هتحصل. طيب ودلتا ال اتنين احنا قلنا ان هي بتحصل دي اصلا بتحصل عشان القطب اتغير، فبالتالي هي بتتناسب مع القطب. فمن هنا قلنا ان هي كمان بتتناسب، دلتا ال اتنين بتتناسب مع جذر الاريا، جذر المساحة بتاعة المقطع ده. فلو جينا في المعادلة دي شلنا كل حاجة وحطينا اللي هي الحاجة اللي بتتناسب معاها، هنلاقي ان الدلتا ال بتساوي ال بي ال نوت زائد ال سي جذر اي نوت. ايه ال بي و ال سي؟ هناك ال بي وال سي دول كونستانت اسمهم ثوابت انوين، هو اللي عمل المعادلة دي. طيب اما نيجي بقى انا عايز اجيب الاستطالة، يعني دلتا ال دي الاستطالة الكلية، يعني انا عايز اجيب الاستطالة بقى، نسبة الاستطالة في المعدن. هنقسم المعادلة على ال ال نوت، دلتا ال على ال نوت نسبة الاستطالة. فهتبقى المعادلة عندي نسبة الاستطالة بتساوي ال بي زائد ال سي جذر اي نوت ال نوت. الجزء ده بقى نخلي بالنا منه، جذر ال اي نوت ال نوت ده مهم جدا عندي، ده اسمه نسبة الطول القطري، تمام؟ خلوه كده في بالكم ان الجزء ده اسمه نسبة الطول القطري. طيب هو احنا اصلا بقى عندنا نسبة الاستطالة بتتناسب، احنا قلنا ان هي يعني نسبة الاستطالة بتعتمد على ال نوت. تناسب بينهم ازاي؟ تناسب بينهم عكسي، كل ما نسبة الاستطالة كل ما ال نوت بيزيد كل ما الاستطالة بتاعتي بتقل، تمام؟ كل ما ال نوت بتزيد كل ما الاستطالة بتقل. طيب وبعدين؟ بعدين انا جبت بقى المعادلة بتاعتي دي اللي احنا جبناها اللي هي الدلتا ال بتساوي البي ال نوت زائد السي جذر اي نوت ورسمتها، جبت العلاقة بين الكيرف بين دلتا ال والال نوت من المعادلة دي. هلاقي ان المعادلة مش بتبدأ من زيرو، المعادلة بتبتدي من نقطة هنا كده، النقطة دي هي السي جذر اي نوت، ده ثابت. ميل الخط ده هو البي، فانا لو ما اجيب المعادله بعرف اعين البي والسي من على الكيرف لما ارسم علاقه بين الدلتا ال والال، بس بقى مش المعادله دي، برسم علاقه بين الدلتا ال والال اللي هي طول القياس ونسبه الاستطاله اللي قصاده، العينات مختلفه واجيب طول القياس ونسبه الاستطاله، بس عينات من نفس المعدن، طول القياس مختلف ونسبه الاستطاله مختلفه، هيطلع لي الكيرف ده، الخط ده كده، اجيب منه بقى ال سي جذر اي نوت وال بي. فمن المعادله بقى دي بقول لك ان النسبه المئويه للاستطاله بتتوقف على العلاقه بين مساحه المقطع وطول القياس. ليه؟ وانا مش قلت ان السي والبي دول ثوابت، فانا لو شلتهم هلاقي ان نسبه الاستطاله بتتناسب مع الجذر اي نوت على ال نوت، هي تناسب، لو شلت الثوابت هلاقي ان هي بتتناسب معايا. فمن هنا جات لي حاجة كده ان احنا عايزين نسبة مئوية للاستطالة دي خاصية ثابتة للمعدن. احنا قلنا ان احنا بنعين نسبة المعدن بإيه؟ بنسبة الـ F yield والـ F maximum ونسبة الاستطالة، فانا عايزة نسبة الاستطالة دي تبقى خاصية ثابتة للمعدن، وعايزة كمان المنطولية تبقى خاصية ثابتة للمعدن،
مش احنا المنطوية دي بتعتمد على نسبة الاستطابة. طب عشان اعمل ده بقى هعمل ايه؟ لازم اخلي طول المقياس بيتناسب مع مساحة المقطع المستعرض. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى عندي علاقة بين الـ A نوت والـ L نوت. ففي الكود حطلنا كده قيم بتحقق لي التناسب ده، والعينات اللي بتحقق القيم دي اسمها عينات الاختبار المتناسبة. انا مينفعش اعمل اختبار لعينات مش متناسبة، يعني كده ساعتها مش هتبقى نسبة الاستطالة ثابتة ولا الممطولية ثابتة. فمن هنا جات لي بقى اللي هو ال L نوت بتساوي 5 دي نوت، وال L بتساوي 10 دي نوت اللي احنا بنجيب منهم اصلا طول القياس. طيب ده في حالة العينات ذات قطاع مستديم. طب لو العينة بتاعتي مش ذات قطاع مستديم أي شكل، هجي أشتغل بقى هنا ال نوت بتساوي 5.65 جذر ال A نوت أو 11.3 جذر ال A نوت. ايه الفرق؟ ده في حالة العينات القصيرة ودي في حالة العينات الطويلة. طيب ده بالنسبة للاستطالة. ده بالنسبة بقى لكل الخواص بتاعة المعادن النصف المطيلة والمعادن المطيلة. بعد كده عندنا بقى المعادن القاصفة. المعادن القاصفة ما بيحصلش فيها استطالة كبيرة، ما بيحصلش فيها إجهاد خضوع، ما بيحصلش فيها إجهاد ضمان، ما بيحصلش فيها تناسب بين الحمل والاستطالة. احنا بنقول المعادن القاصفة هي أسوأ المعادن في تحمل الشد، هي أصلا ما بتتحملش شد. فلما باجي اختبرها على طول بتوصل للبي ماكسيمم بتاعتها وتتكسر في وقت بسيط جدا. الاستطالة يعني الكيرف ده كده احنا مكبرينه، لكن هو بيبقى البي ماكسيمم قليلة جدا والاستطالة قليلة جدا. شكل الكسر بيبقى مستوى عمودي على محور التحميل، بتبقى السطح بتاع الكسر ده سطح خشن لونه غامق. بنحسب لها بس الاف ماكسيمم اللي هي بنقول ان هي بتساوي بي ماكسيمم على الاي نوت. ده بالنسبة للمعادن القصف. آخر حاجة عندي في اختبار الشد هي العوامل المؤثرة على خواص الشد. عندي في خاصيتين في خواص الشد مهمين جدا، دول أهم حاجة عندي، الممطولية والمقاومة. لازم أشوف الحاجات اللي بتأثر عليهم إيه. أنا عندي خواص عوامل كتير بتأثر على الخواص دي، زي مثلا طول الإنتاج، نسبة الإضافات، شكل العينة، مقطع العينة. الحاجات دي كلها عامل بتأثر لي على خواص الشد. بس اهم عاملين بيأثروا لي على خواص الشد وبيفرقوا فيهم هما درجة الحرارة ونسبة الكربون. درجة الحرارة كل ما بتزيد كل ما الممطولية بتزيد، فكل ما المقاومة بتقل. ايه تاني كده بالراحة؟ كل ما درجة الحرارة بتاعتي بتزيد كل ما قدرة العينة على التشكل بتزيد، فكل ما قدرة العينة على التشكل زادت كل ما مقاومتها قلت. فهتلاقي الكيرف ده هو يعني الكيرف ده بيعبر عن ان العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة علاقة عكسية، وبين درجة الحرارة والممطولية علاقة طردية. على العكس نسبة الكربون، كل ما نسبة الكربون عندي زادت كل ما قدرة العينة على التشكل قلت، فكل ما مقاومتها زادت. فاحنا انا واحدة من الناس حافظة كيرف واحد وبعكس التاني، هما الاتنين عكس بعض. ده بالنسبة لكل حاجة في خواص الشد واختبار الشد عموما. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن اختبار الضغط، هو اختبار سهل وبسيط اقصر من اختبار الشد بكتير. اتمنى تكونوا فهمتوا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.